اليوم بسوي حركات بهلوانية جديدة بسويها لأميرة القصر علشان تستانس، ويمكن هالشي يكون سبب إني أشتغل بالقصر. أنت وايد تضحك، أنت فنان مبدع في شغلك، أنا بعينك مهرج في القصر، شو رايك؟ أشتغل في القصر؟ واو روعة، هذا اللي أتمناه. أنا مليت من اللعب مسرح الدمى. شو تلعبين يا أمونة؟ لعبت بكل الألعاب، ما في شيء جديد أسوي. بروح أشوف أمي شو ياسة تسوي. هلا ماما، شو تسوون؟ هلا حبيبتي، ياسين نطبخ مثل ما تشوفين. شو تطبخون؟ الدياي بالخضار. عشان الخضار مفيدة؟ أكيد يا أمونة، مفيدة جداً لصحتنا. والدياي؟ الدياي بعد مفيد، يحتوي على البروتين. من وين يجيب الدياي؟ شيء مزارع لتربية الدياي وتغذيتها، وتوفر الدياي طازج للمحلات. محلات؟ إذا المحلات كيف تشتري الدياي؟ شوفيك يا أمونة، ليش هالأسئلة كلها؟ لأني ملانة. ملانة؟ سيري لعبي في غرفتش. لعبت وايد. ماما خليني أطبخ معاك. لا حبيبتي، أنا واقفة عند الغاز وخاف عليك من النار. يلا خليني أكمل قبل ما يرجع أبوك وأخوانك. ما أقدر أوصل للجهاز، خلاص مو بلازم أشوف التلفزيون. شو تسوين أمونة؟ أفكر أغير الثريا. صدق والله؟ شو رأيك نشتري ثريا عليها ورود؟ نغير الثريا؟ يلا فديتك، قومي روحي غرفتك، أبا أنظف. وشو أسوي بغرفتي؟ كنت هناك وشفت السقف واكتشفت أن ثريتي حلوة وما بغيرها. وايد زين، عير روحي غرفتك وقري كتاب. أمي؟ أنت اقري لي قصة، شو رايك؟ لا ما أقدر يا أمونة، قلت لك جيسي مو بموجودة وعندي وايد شغل، يوم أخلص بقرأ لك قصة. زين حبيبتي؟ يلا قومي سيري غرفتك. سيف هني كان الحين لعبنا مع بعض، ليش يصيرون تدريب كرة القدم؟ ليش يتدربون هالكثر؟ هم 24 ساعة يلعبون كرة. أوف نملة، شو رايك تلعبين معاي؟ سلكي على صبعي. يلا بل انتي على صغرك يطلع منك كل هذا؟ حتى النملة ما تبى تلعب معاي. اوف شو هالملل. بس بس هي قطو قوم. شو رايك نلعب مع بعض؟ بكون انا الطبيبة وانت المريض، شو رايك؟ الطبيبة امونة يت. انت وين يا قطو؟
هلا أم علي. السلام عليكم ماما. هلا فديتكم، كيف كان التدريب اليوم؟ وايد زين، وبنشارك في بطولة الشهر الجاي. المدرب قال إن نحن من أقوى الفرق اللي دربها. ما شاء الله عليكم شاطرين، يلا الحين سيروا تسبحوا. سيف علي رديتوا؟ لا أمونة، بعدنا في التدريب. هل تشوفينا خيالنا رجع البيت؟ أو إنك تحلمين يا أمونة. والله إنكم تضحكون. شو رأيكم نطلع برا نلعب؟ تونا راجعين من التدريب ونحن هلكانين من التعب. ماما قالت نصير نتسبح. وأنا وايد جوعان، ما أقدر ألعب، معدتي تعورني. أوكي. أمونة، شو تسوين حبيبتي؟ ياسا أشوف أوراق الشيار. تراقبين أوراق الشيار؟ ليش؟ أبعدها. وكم عدد أوراق الشيار؟ ما أدري، كل مرة أبدأ أعد هو تتحرك الأوراق وتي عصافير وتيلس على الشيارة أو تطيح ورقة، وفي كل مرة أعيد الكرة. وكم مرة تميتي تعيدين وانتي تعدين الورق؟ 10 مرات. 10 مرات؟ وما تعبتي؟ ملانة وما حصلت شيء أسويه، كل حد في البيت مشغول، ما حد يبي يلعب وياي. لا تترين حد يسليك يا أمونة، أنت سوي شيء تحبينه. خلصتي واجباتك؟ هيه بابا، خلصت كل شيء وحضرت للأسبوع الجاي بعد. أبوي، شو رأيك نروح أنا وأنت مدينة الملاهي؟ أنا توني راد البيت وأبى أرتاح شوي، لكن أوعدك أوديك في الويكند. ها شو رايك؟ الله واو. تعالي داخل يا أمونة، أكيد الغداء جاهز. شو فيك يا أمونة؟ شي عورت؟ لا لا ما فيني شي. عيل ليش شي تاكلين؟ أحس بالملل، ما في شي أسوي، ما حد يبي يلعب وياي، كل حد مشغول، كل حد عنده شغل إلا أنا ما عندي شي أسوي. حبيبتي فكري بشي مفيد تسوينه، لا تتمين شي زعلانة، ترومين تسوين أشياء مفيدة وايد عشان تشغلين وقتك. مثل شو ماما؟ مثل ترتيب ألعابك، واللي ما تحتاجينه حطيه بكيس وتبرعي فيه للي ما عندهم ألعاب. وبهاي الطريقة ترتبين غرفتك وتفرحين الأطفال المحتاجين. عجبتني الفكرة ماما، ببدأ بعد الغداء على طول. أوه، ما كنت أعرف أن عندي هالقد من الألعاب واللي ما لعبت فيها من زمان، بحطها في الكيس. ممتاز، خلصت من الألعاب، استوى عندي مكان لألعاب جديدة. والحين يا أمونة شو بتسوين بعد؟ شو أها، لقيتها. الحين يا وقت ثيابي، بطلعهم برتبهم. ماما دوم تقول لازم نحافظ على ترتيب الكبت والثياب، هذا يبين ان الشخص مرتب. واكيد بتستانسين من بنتك امونه اللي وايد مرتبه. شو تسوين امونه؟ ماما دوم تقول حافظوا على ترتيب خزانة ثيابكم، وأنا الحين أسمع كلامها اكتشفت أنها أحب خزانتي مرتبة. أوكي، شو رأيك تلعبين معانا أنا وسيف؟ شكراً علي، لكن أنا مشغولة وايد، بعد ما خلص ترتيب الخزانة برتب المكتبة، يمكن ألعب وياكم لو خلصت. زين عيل، نحن بنكون في الحديقة. وين أمونة؟ ليش ما أنتي تلعب مع الأولاد؟ أمونة مشغولة وايد بترتيب ألعابها. اعطيتي أمونة فكرة وايد حلوة يا أم علي. أمونة خلصت من ألعابها وبدت بترتيب كبتها، وبعدها بترتب مكتبتها. أوه ما شاء الله عن النشاط، أمونة تحولت من شخص ملان لشخص نشيط. وانتو متى بتسوون مثلها أستاذ علي وأستاذ سيف؟ ها؟ ما أدري، بنخلي أمونة ترتب غرفنا. لا لا، كل واحد مسؤول عن أغراضه. أنتوا بعد لازم ترتبون الألعاب اللي ما تبونها،
وباخذهم للجمعية الخيرية. بعطيكم مهلة 48 ساعة. أمكم عسكرية. حاضر ماما. غريبة تأخرت أمونة، للحين ما طلعت من غرفتها؟ حبيبتي تعبت من الشغل. ماما ماما باي وياك الجمعية الخيرية. صباح الخير يا أمونة. أو أسفة، صباح النور. ماما أبى أسير وياك الجمعية الخيرية. وليش كل هالحماس؟ قررت أساعد المجتمع بشكل أكبر، بسير وياك عشان أعرف شو الأشياء اللي أقدر أتطوع فيها. كل هذا لأن ترتبتي غرفتك؟ بعد ما خلصت من التنظيف البارحة اكتشفت أني أقدر أسوي أشياء وايد، وأقدر أستغل وقت الفراغ بشيء مفيد. شو رأيك ماما؟ تاخذيني معاك؟ طبعاً يا أمونة، لازم نستغل كل دقيقة نسوي فيها شيء مفيد. يلا استعدي بنسير عقب الفطور. صباح الخير حبيبتي، شو رأيك نسير مدينة الملاهي اليوم؟ لا ما أقدر بابا، اليوم عندي شغل مهم. لكن لا تزعل، بلعب وياك يوم برد، وفي هالوقت تقدر تقرأ كتاب عشان ما تحس بالملل. مع السلامة. درست صديقتي وقالت لي إنها وايد تعور. لا تحاتين يا أمونة، أنا سيف البطل، بحميك من النحل ما بخليه يقرص. هي يا بطل وين ساير؟ أنا اليوم في إجازة.